warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Wa huwa al-'aliimul 'aliim. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fakaifa kaana nakir. Awalam yaraw ila at-tayri fawqahum saafaatin wa yaqbidun. Ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Innahu bikulli syai'in basir. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Bal lajju fi 'utuwwin wa nufur. فَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قل إنما علم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا وستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada anak-anakku bertiga.
Semoga tambah solehah. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan.